يا هلا ومرحبا فيكم متابعينا. يجدد لقائنا معاكم اليوم في أهم أخبارنا لهذا الأسبوع. شرطة الشمالية القبض على شخصين قاما بإتلاف وسرقة إحدى الجمعيات الخيرية. إدارة الشؤون الدولية والإنتربول تسليم مطلوبة متورطة بجرائم الاتجار بالبشر لإحدى الدول الصديقة. نبدأ معاكم مع مديرية شرطة المحافظة الشمالية اللي تمكنت من القبض على شخصين قاما بإتلاف إحدى الجمعيات الخيرية بمنطقة الشاخورة وسرقت مبالغ مالية منها. وتشير تفاصيل الواقع إلى أن حين تلقي البلاغ تم القيام بالإجراءات الأمنية على الفور ورفع الأدلة ومباشرة عمليات البحث والتحري، واللي أسفرت عن تحديد هوية المتورطين بالواقعة والقبض على اثنين منهم وإحالتهم للنيابة العامة، وجاري البحث للقبض عن شخص آخر لتورطه بالواقعة. ننتقل إلى إدارة الشؤون الدولية والإنتربول اللي تمكنت بالتعاون والتنسيق مع إدارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من القبض على أسيوية مطلوبة دولياً لإحدى الدول الصديقة أثر صدور النشرة الدولية الحمراء بحقها من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، وذلك لتورطها في جرائم الاتجار بالبشر، وقد تم تسليم المذكورة إلى السلطات الأمنية في الدولة الطالبة. نختم معاكم متابعينا رسالتنا لهذا الأسبوع من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية اللي سجلت العديد من البلاغات لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك ندعوكم لعدم التجاوب مع هؤلاء الأشخاص المحتالين وتجنب فتح الروابط المشبوهة والغير موثوقة، والحرص على عدم مشاركتكم لكلمة المرور OTP مع أي شخص. وفي حال تعرضكم لأي عملية نصب واحتيال عبر أي من تلك الوسائل لا قدر الله، قوموا بالإبلاغ فوراً، وذلك بالاتصال على الخط الساخن 992، وأكيد نتمنى لكم السلامة. ولمزيد من الأخبار تابعونا على حساباتنا الظاهرة لكم. وبكذي وصلنا لنهاية فقراتنا لهذا الأسبوع، نشوفكم الأسبوع الجاي مع أخبار جديدة. مع السلامة.